المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 27 يونيو ل 3 يوليو 2020، واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ده بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها خلال الأسبوع. تفاصيل أكتر في سياق العرض التالي.